الفاصل وهنعمل وصفه صحيه جدا. الناس اللي قطعه جلوتين خالص تقدر ان هي تعمل وصفه دي من غير دقيق، الناس اللي عامله دايت، اي حاجه بقى على حسب انتوا ماشيين على حاجات صحيه من غير ما تمشوا على اي نظام غذائي بتحبوا تعملوا الحاجات الصحيه دي، برده هتبقى لطيفه قوي. سناك لطيفه، هنعمل ميني كرانش كده لطيفه قوي بالدقيق الحمص. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. عندي كوبايه من دقيق الحمص او الشوفان، ينفع نستخدم دقيق حمص او دقيق شوفان اللي موجود عندكم واللي انتوا عايزين تشتغلوا بيه. معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح وزعتر، كل الكلام ده معلقه، زعتر معلقه، حبه البركه معلقه، بذور كتان معلقه، بذور شيا معلقه، سمسم معلقه، 3 معالق من زيت الزيتون او زيت عادي لو ما فيش. هقول تاني المقادير: كوبايه من دقيق الحمص او الشوفان، وعندي كمان معلقه من البيكنج باودر ورشة ملح وزعتر وحبة البركة وبذور كتان، بذور شيا، سمسم، 3 معالق من زيت الزيتون، كل الكلام ده معلقة. هنبدأ كده ايه، نجيب اي حاجة هنعجن فيها، البولة، العجان، الكلام ده. هنحط كوباية من دي الحمص او الشوفان، نحط معلقة زعتر، معلقة حبة البركة، معلقة بذور شيا، ليه؟ معلقه بذور كتان، سمسم، بيكنج باودر، تمام، رشه ملح، وثلاث معالق من الزيت، كله كده على بعض وهعجنهم، هلمهم بميه اهو، مش هحط ميه كتير اهو. بصوا انا بلمها كده مجرد لم، كده تمام قوي. بحط نقطه زيت، نقطه صغيره، نقطه، حاجه بسيطه خالص كده. ابدا ان انا ايه، امسح كيس ثلاجه او ورقتين زبده اللي موجوده عندكم. هبدا اجيب العجينه اللي انا عجنتها اهي بالشكل ده اهو، طبعا ضعفوا الكميه، لو حابين اعملوا اللي انتوا عايزين. هنحطها كده هنا ونبدا نفرد. بصوا بس السرعه، احنا عاملينها مع بعض اهو، ولا عامله عجينه ولا اي حاجه، شايفين السرعه؟ يعني في 5 دقايق عملنا سناك لطيف جدا. اعملوا بقى منه الكميه اللي انتوا عايزينه، ضعفوا الكميه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، تمام؟ وحطوه في برطمان كده واقفلوه، وكله بقى منه بالجبنه القريش، ممكن تاكلوا بيه فول، اللي انتوا عايزينه، مفيش مشكله خالص. بدلوه بدل يعني كانه العيش السن كده، بدلوه بيه، بيبقى لطيف قوي. هرفع كده، مش محتاجه ان انا يبقى عندي سمك، انا عايزاه رفيع، تمام. وهبدا اجيب القطاعة اهي، فين اسلام الدايرة؟ اسلام دايرة، لا مش عندي، تعالى هات. بصوا هنبدأ كده ايه، هوريكم شكلين اهو، هاخد شوية مثلا بالشكل ده، هساوي كده، وممكن ايه اقطعها مستطيل بالشكل ده كده، اهو تمام. وهجيب صاج وهبدا ان انا احط فيه، طلع لي صاج اهو، واحط فيه ايه يا سر، مش سامعك، محطوط فيه، وهبدا ايه واحده واحده كده اشيل، واحده واحده، انتوا بالراحة عشان انا ايه ببقى مستعجلة، فايه فدايما بستعجل كده في الحاجة.
اهو. واحده واحده كده تقدروا ان انتوا تحطوهم كده جنب بعض، او ممكن فين يا اسلام؟ طب تعالى هاتها يا اسلام الدرج، يلا قطعوها بقى شرايط، حابين تقطعوها دايره على حسب ما انتوا حابين. دايره اهي، ممكن بقى بصوا تبداوا تعملوا بالشكل ده على حسب بقى ما انتوا حابين الشكل ده، او الشكل اللي هو الصوابع، تقطعوها مربعات اللي انتوا عايزينه. وطبعا بتعجنوا العجينه تاني وبتفردوها تاني لحد ما تخلصوا الكميه كلها. حابين تعملوها بالشكل ده، حابين تعملوها بالشكل ده، براحتكم خالص. وبعجن العجينه تاني وبعيد الخطوه زي ما احنا عملناها كده بالظبط، بتطلع عندي بالحلاوه دي. بصوا تحفه، حلوه جدا ومقرمشه، بتاكلوها بقى بالجبنه القريش اهي. بصوا في منتهى الجمال، بصوا تعملوها الصوابع، تعملوها الدواير على حسب ما انتوا حابين. حطوها بقى في علبه بلاستيك، حطوها في برطمان، وابداوا ان انتوا يعني طلعوها براحتكم خالص، مفيش اي مشكله فيها. تعالوا نحط دي مكانها ونشوف الشيش طاووق اللي في الفرن.